سعد. وكان يتعبد في غار حراء، وبعد شهور من العزلة والخلوة، وبعد 6 أشهر من الرؤيا الصادقة، حيث جاءه الوحي من عند رب العالمين فقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن، لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. وفتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق، ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالساً على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالباً التزمل والتدثر، فنزلت: يا أيها المزمل، ونزلت: يا أيها المدثر، قم فأنذر. وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة. أيها الناس، لقد بعث محمد، لقد بعث محمد. أيها الناس، لقد بعث محمد. يقولون إن محمداً ابن عبد الله يدعي النبوة، فماذا أنتم فاعلون؟ إنها لكارثة كبيرة، علينا أن نقدم ما بوسعنا لإيقافه. لماذا كل هذا الاهتمام بأمر محمد؟ دعوه وشأنه. تباً لك، ألا تدري لماذا؟ إنه يسفه ديننا ويذكر آلهتنا بسوء،
ويزعم إنه نبي يدعو إلى عبادة إله واحد. هل قال ذلك؟ كيف يجرؤ على هذا؟ اللات والعزة لن ندعه حتى يرجع عن ذلك. لم يتوقف الأمر على هذا، بل يدعي أن هناك حياة بعد الموت ونشورا وأن هناك حسابا وجنة ونارا. ليس هذا فحسب، بل إن دعوته تلك تمثل خطرا على عاداتنا وتقاليدنا وما ورثناه عن آبائنا. علينا أن نوقفه جميعا نصرة لآلهتنا. إذن علينا أن نقول فيه قول الوليد بأنه شاعر أو ساحر أو مجنون. علينا أن نحاربه بكل قوة قبل أن يساوي بين السادة وبين العبيد. نعم، إن الإيمان بمحمد يهدد زعمتنا القبلية والدينية بين العرب. لكن عمه أبو طالب يسانده ويقف بجانبه. لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج.